لا بس تنفيذا بتعليمات السيد وزير التجارة وتأخير الصادرات، قمنا بزيارة ميدانية على مستوى ولاية باتنا، وهذا للتحقق من برنامج واحترام برنامج المداومة بالنسبة للتجار وبالنسبة للوحدات الإنتاجية. من الوهلة الأولى ومن خلال الزيارة التي قادتنا إلى بعض الوحدات الإنتاجية والسوق السوق المحلية، يعني الأسواق، سوبرات، مخابز، لاحظنا أن هناك تجاوب كبير لهذه الشريحة من التجار في لبرنامج المداومة المسطر من طرف المديرية الولائية، والذي بلغ عدد التجار المسخرين على مستوى الولاية 848 تاجر. نشكر محل ميني بري لخطاك لقيناه محدود تما مفتوح بمناسبة العيد، نقدر نقضيو منهم كل الأشياء اللي نقدرون يعني نقضيهم في العيد واللي نحتاجوهم. نشكركم بزاف وصحة عيدكم.